اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد، وبنتكلم عن البخور اللي هو جزء من تراثنا وثقافتنا في السعوديه والخليج، ونستخدمه في المناسبات وبيوتنا اكيد ما تخلى من ريحته المميزه. لكن كثير ناس ما يعرفون عن طريقه صناعته او انواع البخور الغاليه. اليوم بنكشف لكم اسرار البخور وانواعه المميزه مع ضيفنا عبد العزيز العيد، مهتم في مجال العطور والبخور. ويسعد مساك ويا هلا وسهلا فيك. الله يحييكم، شكرا على الضيافه الكريمه. طبعا حياك الله. طبعا احنا عندنا العود والبخور شيء مهم، انا صراحه لازم اذا قمت الصبح اشم ريحه قهوه وعود. طبعا لازم، وتحس بيوتنا دائما ريحتها يعني بخور وعود ومهتمين فيه. حب الزين اكيد. اكيد طبعا. فاحنا عشان نعرف الزين وشلون نعرفه، يعني انواع كثيره، يعني في الصناعي وفي الطبيعي ويقولون لك هذا هندي وهذا، فكيف نعرف الزين منه؟ طبعا كل موطن في العالم هذا، سواء الهند او تايلاند او ماليزيا او غيرها من الدول، خصوصا جنوب شرق اسيا، يكون عندهم اشجار العود. طبعا عشان نعرف هذه الشجره، سبحان الله، يكون لها بعض الشكل، يكون فيها زي التجويف، يجيها زي الجرثومه، سبحان الله تكون شجره مميزه. فيجي فيها زي التجويف، يجي فيها زي الجراثيم او الميكروبات، فصاحب المزرعه او خلينا نقول التاجر نفسه يعرف ان هذه شجره عود، بيتجه للمزارع او صاحب الشجره يقول اني انا بشتري منك هذه الشجره. المفاوضات تجلس تقريبا شهر شهرين حتى يتم الموافقه على انه يشتري شجره العود. عشان ابدا اني انا اقص منها، بقص الاغصان بعدين اقص الشجره من تحت، ويكون فيها جوفين، جوف اما للعود وجوف يكون لدهن العود. في ايادي عامله تهتم بهذا الشيء. طبعا المرحله تطول عشان يجف العود ويكون جاهز، ياخذ تقريبا 6 شهور. واو. فعشان كذا هو يجينا غالي كثير. يعني استاذ عبد العزيز، يعني انت لما تقول انها عباره عن شجره، هل هي اي نوع شجر ولا شجر معين؟ لا، شجر معين، سبحان الله، يكون مميز، يكون لونه تقريبا مايل، يعني له اسم معين. لا، اسمه اسمها شجره عود، مو بشجره عاديه. أوكي. شجره عود، فيكون سبحان الله فيها زي التجويف، لها زي البقع المعينه، يكون فيها مثلا اللون مايل للسواد، سبحان الله المهنه يعرفونها بشكل عام. طيب دائما احنا نشوف البعض، يعني خاصه لو رحت سوق يسمونه سوق الشرق، جهة اللحظة، المنطقة البعيدة اللي فيها قصر الحكم وذي الأشياء، شو اسمها؟ المعقلية. المعقلية نلقى فيها زي الأخشاب كثيرة. في يوم من الأيام من زمان سألته، قلت له مش ذي خشب منتف كذا صغير؟ قالوا لي هذه نبيعها على الحريم اللي يسوون عود. فأنا استغربت أنه يعني كيف يسوون؟ هل معقول يأخذون ذا الخشب وبعدين ينقعونه بالعود ويمسك الريحة وفعلا تصير مثل ريحة العود، ولا تختلف الريحة؟ يكون طال عمرك مبسوس، يسمونها المبسوس، يضيفون معه زيت أو يضيفون معه دهن عود معين ولبان، فيكون سبحان الله هذه يستخدمونه لتنظيف البيت بعد الأكل، تغيير الرائحة، هذه يسمونها مبسوس. طبعا من كل شركة لشركة كلهم خلطة خاصة فيهم. والمعمول أجل اللي يجي كذا مدور؟ المعمول سبحان الله كل شركة أو كل سوون أكثر شيء في البيت. الدواسر أكثر شيء. الدواسر طبعا عندك الله يسلمك بعض المحلات تميزت، القرشي عنده بعض التركيبات الجيدة، يعني شركات السعودية والخليج تميزوا فيها، اللي يقدم بالهيل، يقدم بالزعفران، اللي يقدم بنوتات زهرية، كل واحد يتميز على الآخر. طيب ما ودك تبخرنا نشم العود اللي عندك ونعرف الفرق بينه؟ يعني في انا اشوف بعض الاحيان عود يكون عليه زي الـ يعني زي العطر او الزيت. طيب. وفي عود يكون ناشف، في اللي زي القشره الصغير هذا اللي يصير خفيف. إيه. صراحه انا هذا حبيته بس ما ادري وش يعني اصلا، جاني هديه. إيه. فكثير حبيته. وفي المعمول، المعمول سبحان الله يصير ثقيل شوي يمكن. طيب وش رايكم نبدا في الطبيعي اول؟ يلا. طيب نبدا هذا في الغالي الزين. طبعا هذا نوعه الله يسلمك كموري هندي. طبعا الطبيعي يجي شكله زي ما انتم شايفين مجوف، ويتم تنظيفه ويكون سعره اعلى من باقي اللي هو الصناعي والمحسن والمعمول. يكون طبعا بكم وقيته ذا؟ على حسب، فيه نوع يكون وقيته ب 200، في نوع يكون وقيته ب 300، في نوع يوصل وقيته الى 1000، على حسب طبعا بلد المنشأ والندره.
طبعاً هذا نقطة مهمة أستاذ عبد العزيز بس عشان تنبهنا عليها. إيه؟ الآن أنا لما أحط الفحم حق العود أمي دائماً أنا وياها في مشاكل وعراك. إيه؟ تقول لي ما ينفع تحطين العودة على الفحم إلا إذا جمرت. صح. لأنك إذا حطيتيها وهي حمرة حركت العود وإذا هي سودة ما طلعت ريحة. صح. لازم يكون طبقة الرماد هذه موجودة عشان يعطيك النكهة الصحيحة للعود نفسه. مثل هالعود الحين هذا الطبيعي يعطيك الدخان الخفيف يعطيك طبعا بعض بعد ذلك تفضلي. طب ورا ممنوع ان احنا نقلب العود؟ يتغير سبحان الله ينتقل. طبعا انا قلبه يعني بس انه دائما يقولوا لي ليش تسوين كذا انه ينتقل من النوته اللي انت تبينها الى نوته الاحترام عشان كذا يقول لك لا تقلبينه تكون ريحته جميله مثل ما تفضلتي. هذا طبعا الطبيعي. طبعا انا حظي اليوم هدى لما شعرها من ورا ما يمديها تبخر فشكرا انه هذا البخور كل الحين صار لي. الحين لاحظتك حط رمل تحت او البان. هذه حبيبات السيليكا طبعا هذا اختراع جميل لنا حقين العود. ميزتها انها تخلي مثل ما انت شايفه الجمره مرمده بالكامل. حلو. تعطي النوته الصحيحه للخشب من نفسه والعود نفسه. محلات كثيره عاد انا ماخذها من احد الزملاء. مثل ما انت شايفه بيعطيك زي ما انت شايفه اللي هو الله يسلمك زياده معليش بعد اذنك خذي راحتك يعطيك الله يسلمك اللي هو وريحته حلوه مره صراحه. اي نعم. فهذا العود الطبيعي ليش الناس تحبه؟ يعطيك اللي هو النوته اللي انت تبينها. طبعا كل بلد منشا سبحان الله له ريحه خاصه الهند واندونيسيا وغيرها. طبعا هذا هو الطبيعي. لو بنجي مثلا الله يسلمك للمحسن. المحسن هو في الاصل خشب عود لكن يضاف عليه بعض المواد عشان يحسنها أكثر. أيه. سموه عود محسن تكون رائحته يعني أقل جودة من الطبيعي نوعا ما. نقول بسم الله. طيب أستاذ عبد العزيز الفحم يفرق؟ والله الفحم يفرق فلازم أنك أنت تأخذين أفضل ما في السوق عشان الفحم الطبيعي عن الصناعي. الطبيعي لو قدرتي عليه أحسن بس مشكلة الطبيعي أنه يأخذ وقت. أيه. يعني هذا على ما قال ما ياخذ معك ولا 3 دقائق. والمبخر الكهربائي يفرق معك في ريحه العود؟ اي نعم. الكهربائي سبحان الله ما تعطيك الوجه الصحيح للعود فتحرمك من جماله. فهذا هو اللي يسمونها المحسن. طبعا زي ما انت شايفه الدخان مختلف عن هذا. ايه؟ حتى الرائحه سبحان الله. لكن نعتبر انه هو يعتبر بديل جيد عن الطبيعي مثل ما انت شايفه. لو حابين تجربونه سهل. يعني بعد ما حطيت الزيت ما بيحس هذا بس يعني كتجربه لا اكثر الله يسلمك. فعلا في فرق في فرق في فرق. نعم بعد بك بس العود يظل عود. صدق ان العود يوسع الصدر يعني اذا ضايق صدرك والله شميت ريحته يوسع صدرك يعني هذا هو سبحان الله. عشان كذا دائما نقول خذوا العود الطبيعي ليش؟ حتى في المناسبات سبحان الله يخلق لك ذكرى جميله. لكن سبحان الله احنا ليش ناخذ المحسن؟ سعره جيد ونستخدم احنا بشكل يومي فالطبيعي ما ودك انك تستخدمه كل يوم يعني مناسبه او بتروح زواج خاص فيك فتستخدم الطبيعي أفضل. وحتى لو تهديه يعني هذا هو هديه طبعا اكيد قيمه. طيب العود اللي قلت لك عليه الزيت هذا تصير ريحته شويه يعني تقلب يعني تصير ريحته ما اذا مسكت في الملابس هذا يطلع لك طال عمرك في المحسن مثل ما انت شايفه. أيه. يضيفون لها مواد كيميائيه زي ماده السيرين. هذه سبحان الله ماده صمغيه لما يضعونها في العود تبدا سبحان الله تغير ريحه الخشب اللي موجود فيه فيعطيها نكهه ثانيه. فهذا هو اللي منتشر في السوق حاليا اللي هو المحسن. لو نبي نتكلم عن العود. إيه؟ وانواع كثير قاعدين نسمع مصطلحات غريبه عود العرايس عود الملوك عود الشيوخ. هل تشوف ان هذه مسميات صح ولا بس تسويقيه؟ هو اغلبها تسويقي يعني عشان الزبون نفسه يرغب بالشراء. لكن سبحان الله اللي يفهم في العود ويبخص فيه يعرف اماكنه وين ويعرف التجار بشكل عام وممكن انه ما يشتري الا من تاجر معين لانه يعرف انه ما يجيب للنوع اللي هو يبيه. واذا بخر البيت اقدر ابخر بهذه الانواع ولا في انواع ممكن انه اشتريها تكون يعني جودتها كويسه وسعرها مناسب؟ اغلب الناس اللي يبخرون البيوت ياخذ اما محسن او ياخذ صناعي يعني بداعي انه على ما قال يغير ريحه البيت. والصناعي يحتاج فحم وكذا يعني نفس ما يعني نفس البروتوكولات نفس البروتوكول يعني احنا الحين معنا واحد صناعي هنا. طبعا الصناعي كيف تعرف انه صناعي؟ تجي الاشكال نفس بعض. القطع تجي واضحه وسبحان الله لما تولعه رائحته ما تكون زي البقيه رائحه مختلفه جدا. هذا هو شكله سبحان الله. الظاهر انه ما يتكسر. هو يعني في الاصل هو خشب. هو في الاصل هو خشب فخلاص يعني انت تحطه زي ما هو زي ما هو يعني زي
وفيه المعمول طبعا، هذا المعمول احنا نستخدمه في البيوت بشكل عام. صحيح. ايه نعم. استاذ عبد العزيز، يعني يمكن اكثر شيء يهم البنات او الشباب او حتى ربات البيوت او حتى الشباب انتم، كيف ممكن اثبت العود سواء كان بملابسي سواء كان بشعري سواء حتى كان في البيت؟ فانت كيف تشوف الطريقه المثلى لتثبيت العود سواء في البيت او في الملابس او شخصي كاستخدام شخصي؟ يعني هو بصراحه افضل شيء انك تستخدم العود عشان يثبت في ملابسك ان اللبس يكون لسه طالع من مغسله جديد، وفي حركة طايحين فيها بعض الناس اللي هو يعلقه ويحطه من تحت ويبخره بشكل عام، بس قبل لا يبخر أفضل شيء أنه يعطره بحيث أن البخور مع العطور يصير يمسك في القماش وخلاص يصير معه ثابت طول اليوم. هذه أفضل طريقة. حلو. أستاذ عبد العزيز العيد، مهتم في مجال العطور والبخور، يعطيك العافية وشكرا لك، طيبت الاستوديو اليوم. الله يطول عمرك. يخليك ربي. يخليك. جاهدين؟ خلونا نطلع فاصل سريع ومن بعد مكملين.